بزاف بزاف. ولكن هذا العام قالوا لينا راه زايده شويه الغنم شي 1500 درهم زايده على ذاك العام زايده بزاف. واش كتفضل غتشري بكري ولا بلاتي شويه؟ لا لا بلاتي شويه خالي ما نكذبش عليك. ولات زادت الغنم ماشي مشكله ما نعيدش. ما نعيش والله. واش غدير مع الوليدات؟ ما عندي مشكل انا مع الوليدات بغاو ما بغاو السلامه ماشي مشكل انا وباهم انا وام الامر غرق راسي انا باش يعيدوهم ياكلوا اللحم بزاف. الوليدات هذوك راه واخا الوليدات اسمح لي الله يرضيك نقول لك صار كلام معقول واد ولك خاص تربيهم قال لك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لك قال لوليداته ما عندوش باش هو امير المؤمنين ما عندوش باش يعيد قال لي ترضون ان يدخل ابوكم الى جهنم او يدخل الى الجنه ما عندوش هذا هو والي كاع يعني هو امير المؤمنين وما عندوش ولادو تبارك الله مربين قال لي احنا لا نرضى ابونا ان يدخل الى جهنم نعم التربيه ما نرضى لك ربي ولادك على المعقول ما عديش ما عديش كاين كاين ما كاينش ما كاينش. الكلمه اللي قال الاب خاص يسمعوا الوليدات الله يرضي عليك ما تخليش يقايل لا الجيران لكن كيتسمى هذا حسد وبغض يعني بغي نشوف الجيران ولا واحد باغي يتباع كما تيقول راني شاري بكرونو وجاي بالثمن لا سمح لي هذا الثمن الثمن المعقول هذه اللي كنا كنعيدوا به حنا هو 4000 درهم ها انت هنا 4000 درهم هنا لكن مي تقول لك 6000 درهم هذا غيشري جمله ب 6000 درهم شحال غيبيعوا 126 شحال غيبيعوا هو 150 واخا حنا كنا كنشريو العجله ب 160 160 8000 درهم حق الله وثنيه ومليحه وكروازيه تقديتها انا للوالد الحمد لله غالب الله. شحال ديال الوليدات عندك؟ الحمد لله ثلاثة. ثلاثة، شحال مولف كتشري لهم؟ أنا ما نكذبش كنعيد ب 60000 الفوق. ما كتشريش. ولكن ملاح بحال هكا. بحال هكا. بحال هكا. بحال هكا. دابا بحال هذا ما لا لا طالب في 126000 وتباعوا صراحة بزاف ولكن راه دايري العين راه لا واخا ولو ولو اصاحبي ولو اسمح لي ولو لا شوف قدام الجيران وهذا راه وبلاتي الله يرضيك هذا خير الله ولا خير العبد؟ خير الله لا خلينا نهضر معكم معقول والله الله اللي كيعطي ماشي العبد العبد راه غير سبب نعم شتي لكن هاد البيمة هادي الله اللي غيحيها والله اللي غادي يعيشها غير يقول لك كساب راه انا كندير وكنصرف اسمح لي الله واخا تقول الناس اللي دايرين جهال في العيد يعني العيد ديالهم كبيره وكيبغيو يدخلوا الحوايج لا شوف 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 هاد الناس كلهم اللي دايرين بك شوفهم شوفهم مزيان نعم. هادو كلهم ما كرهش يعيد بحال هاد الحاولي هادي حنا كنا الحمد لله المغاربه كنا ماشي عيننا كبيره كنبغيو ندفعوا للخير حنا الحمد لله نعم. وهادي في سبيل الله انا ماشي في سبيل العبد راه قال لك املاحين يا قرانين ماشي تجيب نعيجه اخرى وتقول راني عييت فهمتيني لا خاص الانسان خاص يعرف شنو هو السنه ما يعرفش غير جاي باغي يعيد وباغي يذبح وباغي يبان قدام الجيران السيد راه شرى الحولي شرى باغي يتباهى طاح ليه من فوق السطح وحق الله ما عيدش واخا وكنعرفوا هذا وهاد القضيه ديال يتباهى قدام الجيران ارى لي اللي كيشريو حولي ولا جوج بحال هادو كيزيدوا بقره وقدام الجيران غير كيشري اسمعني اسمعني لا الا كانت العائله تبارك الله مليحه اسمح لي لا اللي عنده العائله تبارك الله كيدير الاجر لا اسمعني انا عندي خوتي وعندي ولاد خوتي مثلا وباغي نضيفهم وعندي الحمد لله الموجود علاش ما نشريش؟ ولكن نشري في المعقول ماشي حيت النية ابلغ من العمل الا كانت نيتي غنتباع على جاري ونشريه وسميته ما كاينلاش ما نكذبش عليك ما نعيدش كاع وراجلي هذاك جاري ما عندوش ونوض نعيد انايا لا ما نعيدش او تنقسم انا وداك الخير السلام عليكم الحمد لله كي داير السوق ديال الكار الحمد لله مزيان ديما ودي على قدو كله وعيد على قدو اي ثمن مناسب ديما زين السوق ديال الكار ثمن مناسب كل واحد يعيد على قدو السوم راه حنينه السوم راه حنينه راه قلت لك هذه غنم ضاربه العين اييه ومزوقه السوم مريكه مليحه ماركه دوريجي سوبر سوبر تاع العين انت بنفسك تعجبك ولا ما عجبك؟ لا انا عاطي العين هكا ضربت عليها غادي نلحق ونجيب شي حاجه اللي ما تعجبش الغنم على وجهها الحاجه على وجهها الحاجه على وجهها الحاجه على وجهها قدمنا من الاثمنه ديال الحوالي شحال دابا هذا اللي واقف حنا شادين لا قبل ما نتكلموا على الاثمنه نتكلموا بعدا على سميتو علاش؟ ودوي خلاص ما بقيتي كت لا بالنسبه للماكله بالنسبه للماكله ديالك الماكله عارف القي عارف القي عارف القي كاين الله العيب ما كاينش الحبوب لا لا دير يدك ورينا دير المرقد دير يدك بلا ما راهي مقلبه راسها هذيك راه عينه ميزان الحاجه دابا هادو شحال كتبيعهم من الواحد ولا شنو؟
اللي يبغى الواحد اللي يبغى شحال الواحد شحال كلهم قد قد ولا كانت قاده وحده قاده وحده هذا شحال هذا مثلا هذا 130 130 قبيله سمعنا 129 جمله 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 بالنسبه للفرادي راه كتزيد واحد الطريقه الاخضر دابا اللي بغى هادو جمله 129 دابا اش كتشوف واش الغنم تقدر تطلع من الباقه واحد الشهير ولا شي العلم لله العلم لله انت عندك خبره في هذا المجال ما عنديش خبره على هذا الشيء طلع ولا تهبط ما عنديش خبره على هذا عندك راه عنده كاين في ما يتقال لا ولكن اسمح لي وانا نعلمو على الغيب الحاجه اللي ما عالمينش عليها نقولوها لا لا ما نعلموش دابا راه طلعت حتى طلعت الثمن ما نطلعوا كاع حنا حنا حتى حنا الثمن مناسب كيبقى الثمن ثمن خليه هو هو ابراهيم وقفني الشاري ودور البايم وشو البايم هاي خرج تو قدام ولا الله يسهل عليك سلام عليك صافي شات تبارك الله يلا تبارك الله تبارك الله هذا مشى بغى ياخذ الشعير قالوا لي غتخلص 130 درهم اي قال تخلص 130 درهم مسكين شحال 130 درهم علاش 130 درهم العبره القمار لا تخلص هذا الشهر باش شويه ثابت باش كافد دوك الشخنشات دوك الشخنشات ديال الشعير الشخنشات ولا ما كاينش مي تبغي تمشي تشد ما خاصك تشد النوبه النوبه الا كان عندك السكر مشكله والله يعاون مشي تبغي تشد الشعير خاصك تخلص 130 درهم خلص لاسينيسيس ودابا واش هاد الفلاحه كاين اللي مسكين ماشي من الاستطاعه ديالو يولي يخلص 130 درهم كاين دابا كاين اللي دابا عنده 100 درهم ديال الضوء صعيب عليه في الشهر وقالوا لي غتخلصوا 130 درهم واخا تقدر تعطينا شي اثمنه دابا في السوق على السومه ديال الحواله دابا الحاولي كاين مرحبا توريني لا 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 دابا المنتج الناق انا الناق ولكن حنا بغينا الاثمنه بغينا الاثمنه بدون ثمن الشناق ياك بحال هاد السلام عليكم ويسال هذا الحاولي تقول لي شحال 4500 درهم هذا اه تبارك الله اللهم بارك عليه الاثمنه كتبشر مزيان هذا شحال هذا كياكل 20 درهم في النهار هذا 20 درهم 20 درهم في النهار هذا غيكون هذا 20 درهم عاد خلي لي مقابلو دير لي سيكيوريتي دير لي سيدي 3000 درهم في الشهر شحال هذه حنا كندويو على 1000 كياكل 20 درهم في النهار يلا واش تحاول شحال من يوم هو كياكل شحال من يوم ضربنا في الشهر ميزانيه ميزانيه ها 700 درهم بالله حرام عليك ياكل عاد كذاب ماشي عاد شنو انا ما نسالكش وخا يبيعوك وخا يبيعوك ب 6000 درهم ما نسالكش تحول يلا عاد خلي الشا تا ناعس مكونيكتي كتكومونطي يلا كيبان لك حولي كتكومونطي عليه حولي غالي هذا مولاه هذا مولاه هذا مولاه مسكين معرض بزاف كاين اللي مسكين ما كيشرب ما كيشربش الماء كيخرج يسرح من ثلاثة ديال العشية ما كيجي يشرب الماء حتى ستة ديال العشية ها هو الكلاوي السكر معرض الناس معرض دوك الناس غادي يسارحوا كيقول لي ترد غلمك لي حتى دير هوك دير هوك بزاف اخويا الفلاح بزاف الشناق بزاف الله يهديهم اخويا خاصهم يدووا مع الكبار ما يدووش معنا دخلنا دابا بعشي شي شويه ولا دابا هادشي كامل اش بعنا والو دابا غنرجع ماشي سمعت كتقول والو يا راه الدم صحيح كتبرع نقول لها ملي كان الخير ما كانش جفاف دابا هذه 3 سنين ديال الجفاف ملي ما كانش جفاف كان حوالي 70 60 56 كاين ولا ما كايناش شحال كنتي كتعيد هذه 3 سنين اللي قبل 60 70 ياك ولا لا ما كانش جفاف كان الخير كان الحولي كيبقى سارح في الربيع كنبيعو من السرحه كياكل بطاطا دابا شنو الحولي دابا الحولي طالع لك ب 20 درهم النهار فهمتي ولا فهمتي مصاريف راه كاين مصاريف وعاد زيد مريسكي في الليل كيبات عساس كيبات داير النوبه هو ومرتو وبنته وولادو حديتي ها هو ولا مريسكي يلا دابا اش كتوقع واش غادي تزيد من هنايا واحد الشهر ولا واش الواحد يشري من دابا واش يدير واش يشري من دابا لا لا الحمد لله لا بالنسبه ليا الخير موجود الحمد لله كاع ما يتخلعوا باقي الغنم في الكوارة الخير موجود كاين السلعه الحمد لله موجود خير ماشي هذيك السباليون تاعي غادي تغير هذه هذيك اكثريه ديالنا كيبغوا السلعه ديال البلاد ما كيبغوش شي حاجه لا كيف معرخه بعد مره واه ماشي معرخه ضروري السلعه ديال البلاد فهمتي سردي وشي حاجه فهمتي شي العلف ديالنا هذيك ما خدامهاش ما معاهمش انا في هذا شكون هو اللي غير واخا حتى دابا الشناق نجمتي راسك اليوم شويه الله يجعل البركه نجمتي راسك لا الحمد لله الله يجعل البركه دابا الحاول القليل شحال حسيتي اعترف لينا الحاول القليل
الحاولي الحاولي علاش كذبوا علاش كذبوا الحاولي كيخلي من 200 درهم حتى 500 درهم واه كذب تبارك الله ما يمكنش ما يمكن اسمح لي نقول لك واش واتسن اسمح لي نقول لك جاي راه جاي السيد اش اتسن اش قال عندوين معاك من الهضره خا عنده اسرار ديالك واش بغيتي مع خاوي هذاك شحال تبيع لي حاولي حتى 100 درهم تبيع راه قلنا لهم قبيله وتقدر تخلي 500 درهم تقدر تخلي 600 درهم ولكن قال ماشي مع السلعه ماشي قال احنا كنقولوا سلعه غاليه سلعه غاليه شوف سلعه غاليه وهذا شوف داكشي ديال الربح عبد الله تقدر تخلي 500 درهم وكاين اللي يخليها 500 درهم ولا ما كيخليهاش ولكن 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 اخي كاين ريسك كتم جاي الصباح جيب جيب خلي السيدي في الصباح